طيب خبرني، انت قدرت تحكي مع عمي شي؟ لا ابدا، بس باخر فتره لما كنت شوفه كان يضل يتخانق هو وعدنان اغا، حتى بمره من المرات كان ماسكه عدنان اغا من قبه قميصه، بس انا ما سمعت حديثهم لاني كنت بعيد. خير؟ شوفي عدنان، أنا سقطت للولد. ملك هي اللي أخذته مني. أمي أنا خايفة كتير منه، يعني ليش هن ما بيصدقونا؟ وليش عم تمشي عليهم أكاذيب الخالة ليلى على طول؟ ما بعرف وحياتك، والله ما بعرف. أمي إذا الخالة ليلى سقطت الولد رح يتهمونا إلنا بهالشي وما رح يرحمونا أبدا، وقتها شو رح نعمل أمي؟ حياتي انتي لا تفكري بهالموضوع هلا، انا رح لاقي طريقه اشرح لهم فيها يلي صار. اكيد طول ما انتي متاكده انك على حق بحياتك ما تخافي من شي بهالحياه، بعدين نحن ما عملنا شي. انتي لبقى تتضايقي ماشي؟ ملك وزهره كانوا قاعدين على الدرج عم يتفقوا علي، وبعدين ملك نادت لي ولما طلعت لعندها دفشتني ووقعت. يعني كانوا عم بيخططوا لهالشي من قبل؟ هالحيتين ما تركوا مصيبة وما عملوها، بس كل ما منحكي نحن منطلع الغلطانين. شوف بعينك شو صار، قتلوا ابنك قبل ما يجي على الدنيا. خلصنا، غير الموضوع. بس هدول التنتين قتلوا لي ابني يا آغا، حرموني إياه من قبل ما أحمله بإيدي. لك هدول ما بيخافوا الله ولا بيحسبوا حساب لحدا، حتى لو ملك بتكرهها لليلى وما بتطيقها، شو ذنب هالطفل لحتى يدفع هو الثمن؟ آغا لازم يتحاسبوا التنتين لأنه أخذوا مني ابني وحرموني إياه. يلا انزلوا، عندي كم شغلة بخلصهم وبجي وبعدين منحكي. ليلى انت منيحة؟ اكيد عم تمزحي. لك الله يصطفل فيكي. ايه قتلتي لي ابني وهلا عم تسأليني اذا كنت منيحة؟ وهي كنتي سقطت الولد والفضل كله لملك وبنتها كرمال حقدهم قتلوا لي حفيدي. أنا حكيت لكم اللي صار وقلت لكم أنا ما عملت شي. ليلى لحالها وقعت عن الدرج، أنا ما دخلني، أنا ما عملت شي. أنتوا ليش ما بدكم تصدقوني؟ لك هي كرمال تخبي جريمتها عم تتهمني بشي أنا ما عملته. اسمعيني وليك مفكر حالك، يعني إذا تمسكنتي شوي رح نصدق ونساحك على عمتك هي. لك الله ياخذك بقى ويريحنا من مصايبك. ليش ما عم تصدقوها؟ أمي ما لزم اللي صار أبدا. زهرة اصحك تضربي اياه، لا تتدخلي مشان ما يصير شي للولد يلي بطنك. من يوم ما وصلتي والمصايب عم تنزل على راسنا وما كفاكي، وكمان قتلتي حفيدي قبل ما يجي. صار له مرتاحة بعد هالعملة. تعالي. ايه بتضبي اغراضك وبتنقلي، انا مو ناقصني مجرمين عندي بالقصر. انا ما رح اطلع من هون واترك بنتي، عم تفهمي؟ رح تمشي ملك،
لا أمي، الله يوفقك ستي، لا تخليها تروح، لا تبعديني عنها مرة تانية. خدي اغراضك من هون وانقلعي، ما بدي اشوف وشك مرة تانية. امي مشان الله لا تتركيني لحالي بهذا البيت. انا ما رح اترك زهرة وماني رايحة لأي مكان، وماني خايفة ابدا منكن، انا رح ضل معه. انت عن جد وحدة ما بتستحي، لك عم تتصرفي وكأنه هذا البيت بيتك إلك، ولك انت شو جاية ترمي بلاكي علينا وعلى أولادنا، وعاملة حالك مظلومة والقط بياكل عشاكي. يلا طلعي من حياتنا، ويا ويلك تقربي من هذا البيت خطوة واحدة مرة تانية. أنا ما عملت شي، عم قلي ليلى زحطت رجلة ووقعت عن الدرج لحالها. قولي الحقيقة، احكي لهم عن المصايب يلي عملتيها، قولي لهم كيف حاولت تسممي زهرة بالعصير. يلا ولي نقلي احسن ما اجيب لك الشرطة. حركي يلا لشوف امشي. امي لا تتركي زهرة حبيبتي، تعالي امي طايلة برا. امي لا تروحي امي. امي 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 الله يوفقك، خديني معك اذا رحتي. خدي هدول ان شاء الله روحها بلا رجعة. يلا نلعي. كوني منيحة، ايه رح ارجع واخدك، بس انت اصبري خاطرك. يلا يا بنتي زمرد خانو، زهرة امانة برقبتك، لانه اكيد ليلى وبهية ما رح يتركوها بحالها. بترجاكي خليني روح وانا قلبي مطمن. يلا بنتي تعي نفوت لجوا. امي انتبهي على حالك. تعي زهرة. شو كيفك أبي؟ ليك شو جبت لك معي؟ أكلة أنت كتير بتحبها، رح تروق عليها. لأمتى رح تضل حبسني هون؟ ليك وجبت لك خضرة كمان. لك معقول لهلأ ولا واحد سأل عني؟ ها؟ عزت ما عم يقول شي؟ عم حكيك شبك جاوبني. أمي ما عم تسأل عني معقول؟ يلا بس بدي أفهم لوين بدك توصل. طيبين والله. عن جد انتي عملتي عين العقل يا مرت عمي، لو ما قلعتيها لهالحية ملك من البيت كنا رح ننام وعيوننا مفتحة. الله أعلم شو كانت عم تخطط براسها. لا تفكري انه كنتك ليلى سهلة يا بهية، بتعرفي انه هي يلي سممت زهرة، ومن شان ما تنكشف قصتها راحت على المشفى وغيرت نتيجة التحاليل.
يا الله، هالمرأة الكذب ماشي بدمها. يعني ما بكفي إنها حاولت تقتل ابنها لليلى، كمان عم بتكذب. خلص بكفي، أنا راسي رح ينفجر ومالي متحملة حالي، ما بدي أسمع ولا كلمة. ليكي مرت عمي، بتعرفي إنه ملك كان معها حق 100% بالحكي اللي قالته؟ المخلوقة خايفة على بنتها الحامل وهاد من حقها. حتى نحنا ما ضل عنا حفيد للعيلة غيره ليكون آغا بالمستقبل إن شاء الله، وإذا انأذى رح تكون ليلى هي السبب. زمرد معها حق بهية، ديري بالك من ليلى منيح. الحقد مالي قلبها، وإذا صار للولد شي أنا رح أحاسب كل اللي بالقصر، وأولاً أنت وكنتك وابنك. إن شاء الله صحة وهنا. ابني عزت، أهلا وسهلا. لا تقومي، خليكي ارتاحي. لو قلت لي إنك جاي كنت على القليلة ساويت لك شي أكلة بتحبها. لا أمي، ماني مطول. ستي لورين، ممكن أحكي معك كلمتين؟ يعني يا ريت لو منكون لحالنا. طبعاً رح أقوم معك. يذهب عمر إلى السوق مع أخته. زينب شبك؟ عم تفكري بأخوكي ما هيك؟ إيه، أنا كنت وحيدة بالحياة، وبعدين لقيت أمي موجودة، وبعدين أبي هو يلي لقاني، وعم يقولوا إنه عندي أخ كمان. مالي عرفاني أنا لازم أزعل ولا أفرح؟ لازم تفرحي طبعاً. ما بتعرفي، يمكن أخوكي لما يدرى إنه عنده أخت مثلك كتير رح ينبسط. يا ترى بيكون بيعرف إنه عنده أخت ولا لا؟ طيب وينه هلأ؟ يعني خاطب ولا متزوج ومستقر؟ يمكن يكون عزت، لأنه اليوم ما مرق. ملك؟ خير؟ زينب، هاي ملك. ستي اسمعيني، أنا ما بدي خوفك أبداً بكلامي، بس عمي غانم ما مبين، وما في حدا بيعرف هلأ وينه. زمرد كمان عم تقول نفس الحكي إلى كم يوم، اللي عزت غانم مسافر على أضنى شي. لا ستي، عمي مو مسافر لهنيك، وبعرف إنه هنن قالوا لك إنه راح على أضنى كرمال الشغل ومشان يحكي مع زبايننا هنيك كمان، بس نحن ما عنا بأضنى ولا زبون. رحت وتأكدت يعني، ولا هيك عم تحكي من عندك؟ ستي أنا تأكدت. شو يعني؟ وينه ابني غانم؟ إذا ما راح على أضنى وين بده يكون كل هالوقت؟ مرت عمي وابن عدنان أكيد بيعرفوا وينه عمي، ولازم يحكوا. شوفي بهية، ليش متوترة؟ من وقت ما إجا عزت وأنتي مو على بعضك. أمك رح تكون منيحة، لا تخافي عليها، بتعرف تدبر أمورها. أنتي بس رؤية حياتي، خلاص أنا هون جنبك. بس عم يكذبوا علي يا خالي فاطمة، وكمان عم يفتروا على أمي.
الله شايفهم كلهم وبيعرف شو عم بيصير. المهم اهدي وبعدين منشوف شو رح يصير معنا. بعد شوي عدنان بيجي وبيروح بيجيبها لأمك. يعني ممكن يرجع خالي فاطمة؟ طيب إذا حكيت له كل اللي صار اليوم وقلت له يساعدنا يمكن يعمل شيء؟ طبعاً أكيد. حياتي تعي هلأ، يعني بتساعديني بالأكل ومندردش شوي، شو رأيك؟ وأنا بغير تيابي وإنتي غسلي وشك والحقيني على المطبخ، إيه؟ دخيله هالوش الحلو. يلا. كل ما أفكر إنه ليلى وزهرة بنفس المكان وعايشين مع بعض بحس حالي رح موت. كيف بنتي بدها تتحمل؟ ليلى بعد ما سقطت الولد جنت، حقدها وظلمة زادوا أكتر بكتير من الأول. بس لو فيني جيب زهرة لهون على البيت. لا تخافي ما رح يصير أي شي لزهرة. طيب أنتي اتصلي بعدنان وهو بيتصرف. اتصلت فيه بس ما بعرف ليش ما رد. عدنان يلا أمي بخاطرك هلأ. لوين يا ابني؟ خليك اشرب شاي. صحة وأنا مستعجل. شو في مرت عمي؟ وينه ابني غانم؟ ابنك مسافر مشان الشغل. انت وعدنان مخبيين عني شي وانا لازم اعرفه هلا. وين ابني غانم يا بهية؟ مرت عمي قلت لك. بعدين ليش نحن لحتى نخبي عليكي؟ غانم مسافر على قضن بشغل وراجع. هالحكي مو مزبوط. هلا بدي الحقيقة. ابني وينه بهية؟ خير يا ملك، قلي لي شو هالشغلة الضرورية؟ لورين خانم قلعتني من القصر اليوم. لأنك دفشتي ليلى من عالدرج. أنت كمان؟ أنا ما دفشت حدا. ليلى حاولت إنه تسمم زهرة، أكيد ما عندك خبر. وأنا لما كشفت طلعت بدي خبر لورين خانم وإجت هي طلعت وراي عالدرج زحطت رجله وبعدين وقعت وصار اللي صار. أنا ما دخلني. ليلى نزلت الولد يا ملك، وحاسس الكل شمتانين فيني مبسوطين باللي صار. يعني ما بعرف كيف بدي اتصرف ومع مين بدي صف. انت بتعرف منيح انا ليش موجوده بهداك القصر وقديش تحملت اللي ما ممكن حدا يتحمله، وبتعرف ليش قبلت اني اتجوزك كمان. ويا ريتني ما بعرف. يا ريت لو ما بتذكريني بهي الحقيقة كل شوي، بلكي بقدر انساها شي لحظة. لو انك بتحبيني كنت خليت كل شي سيء بحياتك ينتهي بلمح البصر. بس هالشي ما رح يصير ومستحيل، لأنه قلبك وعقلك مع حدا تاني. مرت عمي والله ما عم كذب عليكي، هو قال لي إنه رايح على قضنا مشان يشوف زباين هنيك. وليش ما رجعتوا اتصلتوا فيه؟ لك ما طمنتوا عليه؟ ليش ما تأكدتوا إذا وصل على قضنا ولا لا؟ ولو مرت عمي عم تخليني شك فيه أنا كمان. معقول يكون مكذب علي بهالسفرة؟ ليكون متجوز شي مرة تانية هنيك؟ شو هالحكي؟ هل ملعوب أنا ما بيمشي علي؟ بعدين ليش لحتى يعملها؟ انت بشو مقصرة ليتجوز غيرك؟
اتصلي لي بعدنان، لازم نخبر الشرطة. كل اللي بدي اياه اني اكون جنب بنتي. انا مستحيل اقدر اعيش من دونها. الله يخليك حاول تساعدني. اذا صار شيء لبنتي انا بموت حالي والله. طيب انت رؤي هلا، بس الامور تهدى شوي انا بيجي وباخذك. امي عدنان لازم تجي على القصر بسرعه. عزت اجا وقامت لقيامي، وستك لورين ما في على لسانها غير وينه ابني. لا تتاخر. خير امي؟ عزت كان هون اليوم، الله اعلم شو حكى مع ستك لورين. الله يصطفل فيه. وستك لورين مصرة تروح على المخفر وتخبر الشرطة. تكخ. لازم نخلي ستك لورين تصدق انه ابوك موجود بقضنا هلا، والا منتبهدل. بعد شوي بخلي ابي حاكيها، بيقلها انه هو بيقضنا وانه بخير وهيك بتهدى. لك يسلم تمك يا عدنان، معناها اتصل بسرعة وخلي ابوك يحكي معه قبل ما ننفضح. طيب ولا يهمك. امي زهرة بنتي، الله يخليك لا بقى تبكي مشان اللي ببطنك. من داي كتير يا خالة فاطمة، الله أعلم وين أمي هلا وشو عم تساوي. يا عمري إذا أنت بقيتي عم تبكي هيك أمك رح تحس بقلبها وتضل زعلانة مثلك كمان. حرام عليك تعذبيها، لازم أنت ما تزعلي مشان هي كمان ما تزعل. عن جد خالي إيه لكان؟ الله سبحانه خلى بين الأمهات وولادهم رابط روحي قوي ودايماً بيحسوا ببعضهم. أنت هلأ انبسطي وارتاحي مشان هي ترتاح، ودايماً فكري فيها ولا تزعلي. خالة فاطمة طيب، وأنت من وين بتعرفي بهالحكي كله؟ أنت ما عندك أولاد مزبوط؟ بنتي أنا مرة وبحس بإحساس الأم، لأنه كل وحدة في عندها هاي الغريزة من لما الله خلقها. ردي على التليفون. ألو؟ ألو؟ مرحبا، معك هالة من مستشفى المدينة الخاص. ليلى خانم نسيت هويتها بالاستقبال لما اجت على المعاينة، يا ريت تجي تاخذها. هو الجبل رح يخلي زهرة وابنها يرتاحوا فيه. إن شاء الله. تتسلى حرام. ستي أنا كتير تعبانة، حاسة روحي عم تطلع من جسمي. هذا الوجع اللي ببطني عم يذبحني، بس الوجع اللي بقلبي أكبر، وكل ما بدي شوف ملك وبنتها رح ضلني كل حياتي اتوجع.
خالة ليلى، اتصلوا فيكي من مشفى المدينة الخاص وقال لما رحتي على المعاينة نسيتي هويتك هونيك وقالوا مشان تروحي تاخديها. ليلى، انت شو اللي اخدك على مشفى خاص؟ نحنا مفكرين انه دكتورتك بالمشفى الوطني اللي هون. ايه، انا اضطريت روح على هديك المشفى مشان زور رفيقتي وبارك لها، بلشت تشتغل هنيك. وليش ما خبرتي حدا يعني؟ هي خبرتني إلي، ولا لازم تاخد إذن من حضرتك؟ الله يقويك يا عدنان آغا. انت شو عم تعمل هون؟ انت اللي شو عم تعمل بهذا المكان؟ عزت، هذا مو شغلك. مو انت اللي بتقرر هذا الشيء. بعد عن طريق ولا عزت، تعال هون. عمي، عمي، هون كنت حابس ابوك؟ لوين اخذته؟ قلي. خلص بقى، مو شايف انه ما في حدا هون؟ وهذا الحبل شو؟ كنت رابطه فيه؟ برأيي هروب انت بيكون احسن لك. ما ضل شي جمال، هانت. يلا تعالي كلي كم لقمة مشاني. دخيلك مو قادراني آكل ولا لقمة، صدقيني. زهرة ما عم تروح من بالي ولا لحظة يا زينة، وما بعرف شو عم يصير فيها. حاسة نار وشعلة جواتي وما عم تنطفي، ما بعرف شو بدي أعمل. بدك تطولي بالك. ليكي، أنت الحق معك لأنك مظلومة، والله ما بيترك أي إنسان مظلوم وبحاجته. الشي اللي بدي إياه منك إنك تصبري، خلي يكون إيمانك بالله كبير، وأكيد بكرة كل شي رح يكون منيح. أنا حاسة كل الناس عم تبعدني عن بنتي، ما في حدا عم يوقف معي، لهيك عم ضل متضايقة كتير. أنا مستحيل إهدى إلا لتكون بنتي زهرة بين إيدي. لك هي بعدها طفلة وما بتعرف تتصرف بشي. <تصفيق
طيب ملك، خلينا نقول لعزة تيجي لهون، لأنه هو الشخص الوحيد اللي بيقدر يحل هالمشكلة وفي يجيب لك بنتك لعندك. مستحيل هالشي، ما فيني دخل عزة بهالقصة أبدا. بس يا ملك، أنت بتعرفي أنه عزة هو أكتر واحد بيقدر يساعدك بهالقصة، يعني يمكن يحكي مع عدنان آغا ويقنعه. مستحيل، ما بدي بسببي هو وعدنان يرجعوا يتخانقوا مرة تانية. شو صار معك؟ ما لقيته. روح دور هنيك. وين راح تكون؟ وين؟ زهرة، خدي عملت لك شوربة الشعيرية اللي بتحبيها، اشربيها ان شاء الله صحة وهنا. يلا كلي كم لقمة منها وهي سخنة. يلا كلي يا روحي. خدي فاطمة، رجعي على المطبخ. زهرة ما لازم تاكل غير اكل بغذيها. ليكي زهرة، اذا بتشتهي اي اكلة بس قلي لي، انا بعمل لك اياها. ايه حكيتي مع عدنان شي؟ حكيته مرت عمي، ما صدق اللي سمعه ابدا، زعل كتير. طلع غانم مكذب علي وعلى عدنان كمان. يا خساره مرت عمي، لهلا ما بنعرف وينه اصلا. بس انتي لا تقلقي مرت عمي، عدنان ما رح يرتاح ابدا قبل ما يلاقي ابوه. صدقيني مرت عمي بلاقيه إن شاء الله. قلبي مو مطمن، إحساس الأم ما بيخيب أبداً يا بهي. عم حس فيه، إن شاء الله يا رب يكون بخير وما يكون صاير معه شي مو منيح، لأنه قلبي ما رح يتحمل مصيبة تانية. بكفيني ابني هداك اللي راح غدر، الله لا يقدر وصر له شيء. دخيلك يا ربي. عمي، بابا يعني ما راح تحكي شيء؟
حكيت معه وسألت عن ابني، وهي حكت لي عنه. ايه كمل، مين هو؟ طيب ما بقدر يا عزات، انا تأخرت كتير، تأخرت على كل شيء بهالحياة، حتى ما عاد ينفع اني صلح غلطي او اني يكون اب لابني مرة تانية ابدا، لانه ابني مات قبل ما اجي اشوفه. خلص عمي منصور، اهدى شوي. طيب بلكي هي كانت عم تكذب عليك؟ عمي انا ابدا ما بدي اعطيك امان على الفاضي، بس ممكن تكون عم تكذب عليك. ليش اول ما شافتك ما قالت لك انه الولد مات؟ بعدين كان لازم تسألها عن قبره وبأي مكان مدفون، يعني تأكد قبل. عمي هذا رأيي بالموضوع، لازم تتأكد. صباح الخير. ليش فايقة بكير؟ لوين بدك تروحي ملاك؟ رايحة على القصر. اصلا ما صدقت ايمتى طلع الصبح، ضل بالي عن زهرة. انا شلون تركتها لحالها؟ لازم ارجع لهونيك وكون معها، وما رح اتركها لحالها بيناتهم ابدا. بس يا ملك لا تنسي انه هن طردوكي من القصر، يعني ما رح يستقبلوكي هلا. يمكن لو حكيت مع لورين خانو بتخليني فوت على القصر. انا مضطرة اجرب شو بدي اعمل، ما عندي حل تاني، لازم اروح. عدنان شو صار يا روحي؟ لقيته لأبوه؟ لا أمي، دورت بكل مكان وما لقيته. يعني بس بدي أفهم لوين بده يكون راح ولهون ما رجع؟ أكيد بيكون راح لعند عزت. الله يوفقك، لا تخليه يوصل لعزت، أكيد رح يحكي كل شيء، ووقتها نحن ما فينا نسكته. مشان الله لا تحكي هيك، بتشائم. المهم انت خليكي عم تلهي ستي لورين، وانتبهي منيح لا تخلي حدا يحكي معها، وبالاخص عزت، لنشوف شو بدنا نعمل بهالمصيبه. طيب ماشي، طمني شو بصير معك. ايه